مرحبا بكم في إشالي سيبيز. اليوم غادي نقدم لكم عصير بالبطيخ والافوكا والاناناس. نحتاجو في مقادير، عندنا 2 كيلو ديال البطيخ. ناخد داك البطيخ الصفر، خديته نقيته، درته في البول وغطيته بفيلم اليمونتير ودرته في الكونجيلاتور لمده ديال ساعه باش كيبرد لينا مزيان. غنحتاجو 250 غرام ديال الافوكا، غنحتاجو لترو ديال عصير ديال الاناناس، وعشرة القطع ديال الثلج. في الخلاط الكهربائي انا خديت درت هنا درت 5 ديال القطع ديال الثلج. غادي ندير عليهم مثلا غنفرقوا على 3، غادي ندير ثلث ديال الكميه ديال البطيخ، وغادي ندير واحد لافوكا معاه، مع تقريبا واحد كاس ولا اللي يطحن لكم ديال العصير ديال الاناناس. وغادي نديروا لافوكا هنا. ملي كيكون عندنا البطيخ كناخذو بعض المرات كنلقاوه شويه باسل، بالطريقه هذه كنحليوه شويه. كما كنشتو انا ما درتش كاع السكر، لان هذاك العصير ديال الاناناس فيه السكر اصلا، ما كنحتاجوش نزيدو. ممكن تزيدو عصير ديال الحامض الا ما بغيتوش ديرو مثلا هاد العصير ديال الاناناس، ممكن ديرو المركز ديال الحامض اللي فيت اللي قدمته معاكم في حلقه من الحلقات السابقه، غتلقاو الرابط ديالو في اسفل الفيديو. دابا غادي نطحن حتى كيطحن كلشي مزيان. بسم الله. الشكل النهائي ديال العصير من بعد ما كيوجد فهو كيكون بهذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوه لانه كيجي لذيذ بزاف ومنعش في هذا الصيف هذا، ومن هكا كنكونوا كنستافدوا من داك البطيخ اللي كنلقوه شويه باسل. وبهكا كتكون الحلقه ديال اليوم زالت. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم، ولو بغيتوا ديما توصلوا الجديد ديالي تابوناو فلاشين. نشوفكم في حلقات اخرى مع وصفات جديده. الى اللقاء.